مش كده واحده في حد من الحته حصل له حاجه لا يا واحد الكعب اتعور بس وفي ايه بقى يا ابو طارق في ايه لا ما رايحين فين رايحين البطرخان الكنيسه اه تعالى بقى عندي كده اكبر انا ليه يا عم هي مش هتولع تولع حتى ما تولع ولا تولع شايف فرقه شغالين زي مش شغالين بيعملوا ايه انا بيعملوا ايه عايزين الجيش يتحاكم يا عم عايزين لا هو حاليا عايزين بس ان نقول ان المسيحيين والمسلمين ايد واحده وكلنا وكلها بلدنا كلنا بس يا بيه في موظف دي الناس دي الناس دي نازله عشان تقول الكلام ده قول كلمه واحده قول في مدرسه ما فيهاش مسيحيين ومسلمين مدرسه في ما تعرفش اكيد اتعلمنا من زمان يعني اكيد في حتت فيها مش في القاهره بس اكيد في مصر يعني في الارياف هتلاقي حتت اتعلمت انت في مدرسه كان فيها مسلمين ومسلمين ولا كانش فيها؟ في الشغل فيه مسلمين ومسلمين ولا ما فهمش؟ في الوظيفة في الغالب فيه لا مش في الغالب لا لا في الغالب في اه 90% في 10% بقى مش عايزينهم دول بقى لا 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 عايزين عايزين نرجع لينا انت راجل شكلك شبراوي او ليك علاقة بشبرا بس فانت فاهم بس في ناس مش فاهمة ثم في سوزان احنا عايزين الحل ثم في سوزان يبقى تلاقي الكلام ده كله عايزين الحل ثم في سوزان يبقى في الكلام ده كم سوزان Thank you.